السلام عليكم أصدقائي، نتمنى أنكم تكونوا على خير. الوصفة ديال اليوم سهلة في التحضير، خليكم معايا نشوفوا الطريقة والمقادير. عندنا البويرو، لا شابلور، مرتديلا دبيبي، وثلاثة ديال البيضات. هنوضعوا البويرو يتسلق في الماء والملحة. من بعد غنخرجوه من الماء ونخليوه يقطر. من بعد غادي نقطعوه طريفات صغار وغادي نبداو نسلويوه في الموطاديلا اللي عندنا. ملي كنكملو كندوزو في البيض وكنعاودو ندوزو في لاشابلور. كنكملوهم كاملين كناخدو المقلة ديالنا وكناخدو الزيت باش نبداو نقليوهم. من الأحسن تكون الزيت زيتون.